And for toxic agents, autoimmunity قد تكون واحدة من الأسباب اللي تؤدي إلى الجاستريك أو الجاسترايتس أو الأكيو الكرونيك جاسترايتس هو الأوتوإميونيتي الديستربانسز إميونيتي الاضطراب المناعي أكر إن روماتويد أرثرايتس جماعة الالتهاب المفاصل وعندنا اللبس أرثماتس هذا اللب أو اللبس أرثماتس من أجي أعرفه هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن يعني كيس حالة مرضية مشبهة يعني يحدث دائما الأكثر بالفيس يشبه الوينز أوف لاي يعني يشبه الفراشة من أنطي ديسكريبشن لهذا اللبس اللي هو عبارة عن يعني التهاب أو عبارة عن حالة مرضية تحدث دائما على السكن أو الأكثر على الفيس تشبه البترفلاي أو الفراشة فاللبس من أجل عرفة is a disease that occur when your body immune system attack your own tissue and organ autoimmune disease inflammation caused by lupus can affect many different body system including your joints skin kidney blood cells brain heart and lungs فاللبس هو عبارة عن autoimmune disease الكامن organs يعني تظهر بالغالب أكثر عندنا المفاصل جلد الكيدني the blood cells the brain the heart the lungs lupus can be difficult to diagnose because its signs and symptoms often mimic يعني انه صعب اشخصه لان علاماته تكون انه invisible فالاكثر الكاركترستيك فيتشر اللي موجوده الى هذا اللبس انه مثل ما جاي تشوفون هذه الفيس السكن ظاهر هذه الآفة على شكل شنو الوينجز اوف بيوتر او بترفلاي تشبه اجنحة الفراشة لذلك انه هذه الكاركترز فيكتشر لهذا المرض يعني تعتبر صفة انه لهذه اللبس فالكوزز اوف جاسترايتس او كرونيك انفلاميشن بيرسيست انفكشن استمرارية الإصابة البرولونج اوف توكسيك اجنت التعرض للمواد السمية أو انحدث autoimmunodisease. The morphological features of chronic inflammation. إذا تذكرون يعني شرحنا بالمحاضرة the morphological change التغيرات أو يعني الميزة اللي تحدث في chronic inflammation. There are characteristic why. إنه كيف يحدث chronic inflammation؟ أول شغلة بالنسبة للكرونيك إنفلاميشن يحدث ارتشاح خلوي يعني من تحدث إصابة أكيوت إنفلاميشن استمر لفترة طويلة تحول إلى كرونيك إنفلاميشن الكاركترستيك جنرالز أو المورفولوجيكال فيتشرز للكرونيك إنفلاميشن أول شغلة أو أول حدث يحدث ارتشاح خلوي مونوكيولار أو إنفلتريشن باي مونونيوكلير سيلز المونونيوكلير سيلز are become predominant after 48 hours. These include يعني يحدث ارتشاح خلوي للpredominant cells الخلايا السائدة اللي هي منو قلت لكم اختلافها عن الأكيوت انفلاميشن هي النيتروفين نوع من الأكيوت لكن بالكرونيك الماكروفاج الليمفوسايت بلازما سيلز ازينوفيل ماست سيل فأول إيفنت إنه يحدث ارتشاح خلوي لهذه الأنواع من الخلية. الخطوة الثانية أو الفيتشر الثاني tissue destruction تحطم النسيج. الإيفنت الثالث removal damage tissue يعني هذه الخلية لما يحدث damage بالمرحلة الثانية تحرر مواد كيميائية chemotactic factors هذه المواد الكيميائية عملت attraction لهذه الخلية. الخطوة الثانية تحررت مواد كيميائية كيموتاكسيك فاكتور عملت اتراكشن لهذه الخلية إلى مكان الإصابة راح تبدي هذه الخلية تطلق بيولوجيكال سبستانسز تبدي تطلق مواد بيولوجية هذه المواد البيولوجية تساعدها على تحطم هذا الميكروبز يعني اللايسيس اوف ذيس مايكروبز وبالتالي راح تصل إلى مرحلة أو يعني توصل هذا النسيج إلى مرحلة الهيلينج واضح هسه المورفولوجيكال فيتشرز
طلاب واضح؟ واضح دكتورة. إذا الله شاء السبت الجاي أخذكم، عندكم السبت حضوري مو بالكلية؟ عندكم نعم دكتورة. يا الأسبوع الجاي أنا أخذكم بالكلية. الأسبوع الجاي يعني بعد ما أشرح لكم عندكم كويز في هذه المحاضرات العملي كلها. تمام؟ يعني نعيد شرح المحاضرات العملي ونهاية المحاضرة كويز ينحسب من ضمن الشهري. فياريت تبلغون يعني بقية الطلاب. واضح طلاب هسه تمام؟ إن شاء الله عسى تجار. الجرانيوماتياس انفلاميشن قلنا الكاركترستيك فيتشر اللي موجودة بالكرونيك انفلاميشن هي الجرانيولوما اللي هي عبارة عن كولكشن للانفلتريشن سيلز البريدومينال سيلز الماست الجين الماكروفاج الازينوفيل. طبعا انت ما راح تشوف كل هذه الخلية مجتمعة بكيس واحد مثل ما قلت لكم بالكيبركيلوسيس. لما شفت السلايد محاضرة النظري انه الجرانيولوما عبارة عن ازينوفيل جين سيلز نيكروتيك تيشو ما شفت كل هذه الخلية الارتشاحية الستة او سبع انواع. هذا يحتمل according to the type of case يعتمد على حسب الإصابة وحسب الخلية الارتشاحية اللي هي target cells for this indicate for باعتبار أنه إذا حدث مثلاً عندي إصابة parasite infection من أجي أسوي features أو chronic features أو morphological features لهذا الكل ألاحظ أنه predominant cells هي الأزينوفيل بالدرجة الأولى. بعد ذلك راح ممكن أنه أشوف gain cells necrotic tissue أو نشوف depressed tissue. This type of granulomatous inflammation بصورة عامة يعني generally الكاركترستيك فيتشر الكرونيك انفلاميشن هي نلاحظ الجرانيولوما او الجرانيولوماتياس انفلاميشن اللي هو عبارة عن كولكشن للفيلر وورم. هنا عندنا نوع من التيبركيلوسيس طبعا لكن انا ما محدد هنا فقط انه حددت general characteristic feature انه اعطيت مثال for example للكاركترستيك فيتشر او للصفة المميزة اللي كرونيك انفلاميشن هي الجرانيولوما. Chronic inflammation, this slide explains the chronic inflammation due to hypersensitivity. طبعا هسه انا اقول لك سلايد عند hypersensitivity. برايك الdominant cells الخليه السائده بهذا النوع من الالتهاب من تكون من هذا الخلايا الارتشاحيه اللي ذكرناها؟ طبعا مكتوب قدامكم الازينوفيل. ليش الازينوفيل؟ ليش كنا الأزينوفيل تعتبر التارجت سيلز فور باراسايت انفكشن اليرجيك رياكشن؟ شنو الميزة اللي يعني الصفة اللي موجودة أو الكونتنت اللي موجود بالأزينوفيل واللي يسمح لها إنه تتداخل بعملية الهايبر سنسيتيفيتي والباراسايت انفكشن؟ شنو تحتوي الأزينوفيل؟ تحتوي على البيسك بروتين. قلت لكم انه الازينوفيل كونتين بيسك بروتين اضافه الى اذر كونتينز. فهذه البيسك بروتين allow to ازينوفيل interaction with تسمح لها انه تتداخل ويا الهايبر سنسيتي اون اليرجيك رياكشن. لذلك التارجت سيلز الخليه المعنيه من اجل اسوي مثلا ديفرنشال وايت بي سي شخص عنده باراسايت او عنده يعني اشك انه عنده باراسايت فأسوي له differential white BC يعني إذا مشتغلين العد التفريقي لخلايا الدم البيض من أسوي differential white BC وأجي أسوي count أخذ field معين وأسوي له count. فهذا count من أجي وأسوي count لل five type of white BC لهذه الخمس أنواع وأخذ result أشوف مثلا لقينا الأزينوفيل هي الأكثر is increased. هذا indicate لمن؟ indicate أنه اكو اصابه اكو فد باراسايت انفكشن اليرجيك رياكشن. فزياده الوايت بي سي انكريز وايت بي سي انديكيت فور انفكشن
دليل على وجود الإصابة. This slide explain أو من أجل أنطي diagnosis chronic inflammation due to hypersensitivity reaction. مثلاً أعطيتك هذا السلايد قلت لك explain أو mention the predominant cells in this type أو in this case. تذكر لي الخلية السائدة بهذا السلايد شنو راح يكون الجواب؟ طبعاً الشخص أول الشخص بعدين تذكر النوع. شنو راح يكون تشخيصك وشنو راح يكون the type of cells؟ هسه هذه السبوتات طبعا هذه هي الخليه هذه هي الانفلتريشن سيلز هذه الخليه كلها هذه هي ازينوفيل تمام ويا جاسوني يعني هذه ازينوفيل شوف لحظه هسه لو انطي فد مكبر لهذه الخليه الازينوفيل هي عباره عن شنو عباره عن تو لارج لوبس خليه تحتوي على فصين من تنطي يعني من تنطيها فد ميزة إنه تشبه السن جلاسز تشبه النظارة الشمسية لذلك أقدر أميزها بوجود الجرانز وبوجود الصب أو تو لارج لوبيوس من أجي أو شو أميز هذا النوع وعرفت إنه هو أزينوفيل وشفت إنه كل هذه الخلية حدث لها ارتشاح خلوي من قبل هذا النوع يعني الأكثر هسه اللي موجود ارتشاحا هو الأزينوفيل فهذا ينطي طابع إنه هذا الإنفكشن انه هو ليش شفت هذا النوع من الخليه لان هو له علاقه ويا هذا النوع من الاصابه ليش لان يحتوي على البيسك بروتينز واضح This other text slide explain virus او certain etiological agents such as virus ما عندي اصابه فيروسيه are more likely to lead to the chronic inflammation قلنا احنا واحده من الاسباب اللي تؤدي الى الكرونيك انفلاميشن البيرسيست اوف انفكشن قد يكون فيروس بكتيريا فانجاي باراسايت هنا عندنا هذا النوع من السلايد اكسبلين فيروس انفكشن لانج اوف بيشنت وذ انفلونزا فالتشخيص راح يكون شنو عندنا إصابة فيروسية أو لانج of patient with influenza. Note also that inflammatory infiltrates of chronic inflammation are more likely to be interstitial within tissue rather than oxidative above surface. يعني جاي يقول لك إنه هذا النوع من الالتهاب جاي نشوف خلايا ارتشاحية أكثر ما تكون oxidative أكثر ما تكون تناضحية لأن إذا تذكرون الكرونيك الأكيوت إنفلاميشن إنه الميزة الكاركترستيك فيتشر of acute inflammation is the oxidative التناضح فهنا بالكرونيك كانت الخلية الخلايا ارتشاحية أكثر ما تكون تناضحية ف inflammation أو inflammatory infiltration of chronic inflammation are more likely to be interstitial within tissue rather than oxidative above the surface يعني بدأت الخلايا ترتشح ما بين الانترستيشيال تشو أكثر ما تكون أكسودات. فرضاً هسه مثلاً جيت هذا السلايد شخص هذا السلايد ديسكريبشن صف لي شو راح يكون الوصف مالتك؟ أول شيء تنطي شخص لانج of patient with influenza. الـ description الوصف شو راح يكون؟ راح يكون إنه الخلية الـ infiltration cells راح تكون يعني منتشرة interstitial tissue أو within tissue rather than exudate on the surface يعني ارتشاح الخلية داخل بين الأنسجة أو بالأنسجة البينية أكثر ما تكون تناضحية تمام؟ الوصف هذا اللي باللون الأخضر التشخيص اللي باللون الأزرق واضح السلايد طلع واضح دكتور Chronic inflammation of the bronchi يعني التهاب مزمن بالقصبة الهوائية cause lead to dilation and scarring يعني تلاحظون شوف هسه هذه القصبة صار بها يعني توسع صار بها عندنا سكارينج تقشرات او يعني القشره
فthis type diagnosis مالته يمن فقط diagnosis chronic inflammation of bronchi. This slide tubal mammary granulomatias. طبعا هذه granuloma وهذه المؤشر جاي يتحرك عندكم. نعم دكتورة. فتوبال مناري جرانيلوماتياس هذا النوع الأول هو الجرانيلوما وهذا النوع الثاني هو جرانيلوما. فتوبال مناري جرانيلوما التشخيص مالته طبعاً بال مناري أو أنت ما راح تقول لي توبال مناري جرانيلوما هي بال مناري جرانيلوما. الإبيثيليال أو جرانيلوماتياس إنفلاميشن تيبيكالي كونسيست أوف ميكستشر سيل مثل ما قلت لكم إنهم الجرانيلوما أو الجرانيلوماتياس تشو هو عبارة عن تجمعات لخلايا ارتشاحية قد تكون مونوسايد جين بلازما ماس أزينوفيل ليمفوسايد كلها كولكتيفلي مع بعضها راح تتجمع تنطيني هذا المظهر التحببي أو الجرانيلوماتياس تشو. Epithelial, macrophage, gain cells, lymphocyte, plasma cells, and fibroblast. Casias or granuloma or casias granuloma. Epithelial cells surrounding a center. لاحظون هسه شوي تركزون على السلايد هذه. لاحظون هذه المنطقة هذه الفيلد. اللي اختفت عن هذا النسيج surrounding tissue اللي جاي يحيط بها هذه المنطقة هي casting granuloma بمعنى شنو؟ epithelial cells surrounding a central area of necrosis that appear irregular and false and bank اللي هي هذه اللون اللي اختلف عن باقي المنطقة هذا يسمونه casting granuloma هو عبارة عن خلايا epithelial cells مثل ما قلت لكم نوع من أنواع الخلايا الارتشاحية قد تكون epithelial cells فهو epithelial cells surrounding هذه المنطقة فميزتها عن المنطقة اللي عن باقي النسيج فأنطت هذا النوع أو هذا اللون البينك. epithelial cells surrounding a central area of necrosis that appear irregular amorphous and bank grossly area of casting a bear cheesy like يعني احنا نقدر نقول او اذا تذكرون النكروسيس اخذنا نوع من انواع الكاسياس نكروسيس المواد التجبنيه cheesy materials انه من تتكون مواد cheesy materials in center of organs بالعضو او هذا التيشو فراح تنطي cheesy awareness تنطي مظهر تجبني فaccording to the morphological احنا سمينا النكروسيس حسب الصفه حسب المظهر اللي راح تظهر به قد تكون كاسياس قد تكون لب يعني فات قد تكون كوأجولاتيف ليكويد فالتشيسي ماتيريالز المواد اللي راح تتكون بهذا النوع هي راح تنطي هذا التسمية كاسيتينك نيكروسيس أو جرانيلوما أو الكاسياس جرانيلوما. أبسس طبعا أيضا قلنا الفاينال ستيب أو الأوتكوم للأكيوت إنفلاميشن إذا تذكرون الأشكال اللي ينتهي بها الأكيوت إنفلاميشن قد تنتهي كترال نزلية لايك إنفلونزا أو سيرياس بروتين قد تكون أبسس باس أبسس قد تكون إنه فايبروس إنفلاميشن إنه يحدث ريبلايسمنت يحدث استبدال إنه هذا النسيج راح يستبدل بنسيج ليفي أو كولاجين فيحدث الفايبروس انفلاميشن. أيضا يحدث عندي كرونيك ابسيزيشن قد تكون هذه الابسيز بالأكيوت تستمر بالكرونيك فالان ابسيز may have elements of chronic inflammation ممكن أنه هذه الابسيز المتكونة بهذه الأورغان تحتوي على عناصر الكرونيك انفلاميشن مو شرط أنه فقط موجودة بالأكيوت انفلاميشن مثل ما قلت قد يكون الموجود أيضا بالكرونيك انفلاميشن فالآن أبسس may have elements of chronic inflammation هنا عندنا الدياجنوسيس a chronic abscess فقط تنطيني الدياجنوسيس شنو راح يكون تشخيصه إلى باللون الأحمر شنو هذه الكيس أو هذه شوف هذه هي الأبسس اللي تجمعت
ممكن انه تحتوي على كل مكونات الكرونيك انفلاميشن وبالتالي شكلت لي هذه الابسس. فالتشخيص شنو راح يكون؟ كرونيك ابسس. اكتينومايكوسيس سكان، طبعا هذه الاصابه الاكتينومايكوسيس من اجي اعرفها is a chronic bacterial infection، اصابه بكتيريه تظهر على شكل خراجه موجوده على السكن دائما، يعني تحدد اسفل الفك او منطقه الوجه. Actinomycosis is a chronic bacterial infection characteristic by the formation of painful abscessation. تلاحظون هسه هذه الابس painful abscessation soft tissue infiltration and draining sinus، يعني تشوفون انه جيوب او تحدث فتحات يعني انزال خراجات جاي تخرج منها ابسس او خراجات او افرازات. فالاكتينومايسيس الاسيراي او الاسرلي هي المسبب او التايب اوف بكتيريا اللي راح تسبب هذا النوع من الاكتينومايكوسيس. commonly found as normal flora of the oral cavity pharynx. شوف الاماكن اللي موجوده او اللي تحدث فيها oral cavity pharynx tracheobronchial، يعني ما بين التراكيا وما بين البرونكاي. gastrointestinal tracts يعني بالقناة المعدية الهضمية او بالجي اي تي بالقناة الهضمية. and female urogenital tracts والجهاز التناسلي الانثوي. الهيد اند نيك ريجن از ذا موست كومن لوكيشن اوف ذا ليجن. طبعا كل هذه اضافة الى الاورال كافيتي الفارينكس التراكيا البرونكاي الجي اي تي اليوروجينيتال تراكتس او فيميل برودكتيف تراكتس، اضافة الى ذلك تحدث الكومن يعني الاكثر شيء المنطقة اللي تحدث بها بصورة عامة الكومن اورجانس او الكومن لوكيشن هو يحدث بالهيد اند نيكس مثل ما جاي تشوفون هذا المثال هو الاكتينو مايكوز او الاكتينو مايكوسيس سكان. لاحظوا هنا عندنا جي اي هو الجروسلي افيرنس كيس اكتينو مايكوسيس حدثت بالفيس او بالنيك. There is pharynx swelling in the region of the lower jaw. مثل ما تلاحظون هسه منطقة الفك الأسفل حدث هذا الأكتينو مايكوز اللي هو هذا الأبسيزيشن أو الجرانولوما أبسيزيشن، عبارة عن فيرم منطقة صلبة تحتوي على إفرازات أبسيزيشن. Later but later signs on أبسيزيشن are forming، يعني راح تتكون عندي جيبات إفرازية جيوب إفرازية وبالتالي راح تبدي يحدث عند الرينج تبدي إنه هذه بيور يعني تنفجر أو يحدث لها انفجار، تبدي هذه الساينس يحدث لها درين يبدي تحدث لها يعني كاترة تبدي تحدث إنه هذه الأبسيز يحدث لها إنزال أو خروج. فالباس كونتين كاركترستيك يلو سيلفر جرانيولز تبدي تخرج منه مواد فضية سيلفر جرانيولز. فالتايب أوف كاترال أو التايب أوف باس النوع اللي ينزل من هذه الأكتينومايكوسيس بينطي يعني ينطي صفة مشبهة أو كاركترستيك إلى إنه هي سيلفر جرانيولز. لكن من أجل آخذ كرونيك أو ميكروسكوبيك إكزامينيشن فحص مجهري لهذه الأبسس، هذا عيانية إنه شفتيها فيرم ساينز جاي يحدث لها درينج والصفة اللي بي إنه هي سيلفر جرانيولز. لكن من آخذ فحص مجهري يعني الميكروسكوبيك إكزامينيشن لهذه الأبسس بالمجهر راح تظهر بهالشكل. الفحص المجهري تظهر بهالشكل. The inflammatory reaction is a granuloma with central subration. هذه التقيحات اللي موجودة بالسنتر أو هذه central subration. Center of the lesion show abscess and at the periphery are seen chronic inflammatory cell, gain cells and fibroblasts. يعني هسه شفت بالسنتر مواد قيحية واللي يحيط دا يعني يحيط هذا الابسس أو السوبريشن هي شنو؟ مواد أو خلايا ارتشاحية. ليش؟ لأن جرانولوما هو عبارة عن collection of cell. حدث إنه عندي ابسس من أجي وآخذ فحص مجهري لهذه الابسيزيشن راح أشوف بالسنتر موجود أبسس
واللي surrounding إلى هي predominant cells قد تكون inflammatory cells, germ cells والfibroblast. Clinical feature of intraoral aspect of lesion. طبعاً أنا هسه حتة إصابة باللسان. خراج شوف إحنا مو فقط قلت لكم الليجن قد تحدث إنه لكن الكومن أور لوكيشن الأكثر يعني موقع إلها هي قد تكون وين تحدث؟ تحدث بالنيك والفيس يعني أسفل الفك. ممكن أن تحدث بالأورال كافيتي ما قلت لكم. قد تحدث هذه الأكتينومايكوسيس أو هذه الخراجات تحدث بالأورال كافيتي. عندنا كيس يوضح لنا أنه حدث بالأورال كافيتي فت ليجن أو أكتينومايكوسيس موجود بالليجن. clinical features the internal أو intraoral aspect of lesion. شوف هنا هسه الـ A حدث هذا الليجن باللسان. الـ B شنو حدث لها؟ بدت يحدث لها بيورست بدت يعني يحدث لها signs of abscess أو هذه الجيوب تتكون جيوب تبدأ تتكون بها هذه المواد السيلفر باس مواد قيحية بدت يحدث لها انفجار. هنا عندنا بالسي الثالثة تلاحظون clinical aspect after debridement of the infected area. يعني بدت هسه هنا حدث شنو؟ حدث تنظيف يعني كلينيك. بالمرحلة الرابعة healing. هنا شنو صار؟ لاحظوا هسه الـ A vascular lesion on the right lateral border of the tongue. حتى إصابة بالجانب الأيمن للسان. swelling exhibiting significant necrotic associated with the purulent discharge 7 day after injection of ethamalin. الإثامالين هو anti. يعني هذه إصابة انطوا علاج الإيثامولين بعد 7 أيام من إعطاء الإيثامولين بدأت هذه الخراجات تتجمع تخرج للخارج تحدث لها أكسدات. هذا بفعل شنو؟ بفعل الإيثامولين هو علاج دراج ينطو يعني ضد هذه الليجن حتى يعالج هذه الليجن. بعد 7 أيام من العلاج بالإيثامولين بدأت هذه الأكسدات تتجمع يحدث لها accumulation بهذا اللوكيشن وبالتالي بدأت تخرج إلى الخارج. لاحظوا شوف هسه أنه كيف تفرغت من كل الأبسيزيشن والجرانيولوماتياس تشو يعني ما بقى أي أثر للجرانيولا أو للتجمعات القيحية بحيث أنه هذا الليجن نضاف على الأخير ما فقط بقت الأنسجة الحية يعني without any lesion ماكو أي خلية التهابية. بعد ما هذا الإيثامالين يعني تخلص أو أنه قضى على كل هذه الليجن بدت عملية الوونت هيلين رجع حدث عملية شفاء داخلة الخلية الالتهابية وعملت على الهيلينج أوف تيشيو وبالتالي وصل إلى مرحلة الشفاء. فالسي كلينيكال أسبكت أفتر ديبريدمنت أوف ذا انفكتد أريا أنه بعد ما تحطمت هذه المنطقة أو بعد ما تحللت هذه الخلية الميتة تحلل وتخلصت من كل الليجن دي كومبليت ريجريشن of the lesion 20 day يعني بعد 21 يوم من اعطاء العلاج انه بسبع ايام بدت هذه الليجن تتحلل بدت هذه المواد تتجمع وتخرج للخارج يعني finally باليوم 21 من التريتمنت راح تبدا عمليه الوونت هيلينج. واضح هسه هذا الكيس؟ نعم دكتور واضح. يلا بلادار شاون دي كرونيك كوليسيستايتس. طبعا احنا اما نقول كوليسيستايتس او نقول كرونيك انفلاميشن اوف جلبلادر التهاب المراره. لاحظوا شوف الستون هذه الستون اللي موجوده انه بالكرونيك انفلاميشن شنو يحدث؟ يا اما يحدث لها تلفات او انه يعني حصل مراره. فالجلبلادر شاون دي كرونيك كوليسيستايتس ذا وول از جريتلي ثيكند باي فايبرس تيشو. يعني لو تلاحظون هسه انه باول هذه الجدار مالت المراره متدخن جدار ليفي بسبب الكرونيك انفلاميشن راح انه يصبح هذا الجدار مالته ثيك باي فايبروس تيشو
chronic inflammation of the wall gallbladder. طبعا هذا مظهر عياني. إنه بنأخذ مظهر عياني للجدار of the gallbladder للوال مالته إنه راح أشوف thick wall because شنو because the fibrous tissue. يعني أصبح نسيج ليفي replacement by the بسبب الإصابة قد يكون إنه يحدث استبدال ما قلت لكم. يستبدل النسيج بنسيج ليفي وبالتالي راح يصبح thick wall الجدار مالته thick by fibrous tissue. بنأخذ مظهر نسيجي histological section هذه الجلبلادر chronic inflammation in the wall of gallbladder that has experienced previous episode of acute cholecystitis. يعني هذه تفسر لك انه هي كانت معرضة بالسابق الى acute inflammation. هي مو اصلا دخلت بالchronic inflammation. اي التهاب يمر بكورسات acute subacute chronic. هذه الجلبلادر اتعرضت بالسابق الى acute inflammation. Aggregates of lymphocytes and degrowing fibroblasts. فصار عندي prolonged tumor أو fellow acute inflammation. دخل إلى مرحلة chronic inflammation. فالخلية هنا اللي راح تبدي هذه الخلية السبوتات أو هذه اللون الأزرق هي infiltration cells خلايا ارتشاحية. فهذا النوع من الخلية الموجودة بهذا النوع من الالتهاب هي lymphocyte والingrowing fibroblast. Chronic peptic ulcer of the stomach. شنو peptic ulcer؟ شنو peptic؟ stomach شنو؟ يعني هضمي؟ ستومك هضمي؟ لا مو ستومك هو ستومك جزء ال قلت لكم الغاسترايتس اول سلايد الغاسترايتس شنو التهاب المعده ستومك هي المعده ممكن نسميها الغاستريك غاسترايتس او انه يعني تشوف مصطلح مالله يعني لفو مصطلحات انه تكتب غاسترايتس أو الكرونيك انفلاميشن أو الستومك هي نفسها المعدة نفسها مصطلح المعدة مثل الانتستاين تلقى مرات مصطلحات أو كتب تكتب باول ما تكتب أمعاء تكتب باول يعني انتستاين. فالكرونيك بابتيك ألسارز التهاب أو يعني سامعين قرحة المعدة القرحة. فالكرونيك بابتيك ألسار قرحة المعدة Continuing tissue destruction and repair causes replacement of gastric wall muscle. استمرارية الإصابة والتحطم الخلوي أو النسيجي. Replacement causes راح يسبب استبدال. شنو راح يستبدل؟ The gastric wall muscles there. الطبقة العضلية اللي موجودة بالمعدة. أو ممكن أسميها stomach. شوف لاحظوا أسمي ممكن أن أكتبها gastric نفسها المعدة. By fibrous tissue as the fibrous tissue contracts. شوف لحظة السناي استبدلت بنسيج ليفي وبالتالي حدث تقلصات أو انقباضات هذه النسيج الليفي. As the fibrous tissue contracts, permanent destruction of gastric shape may be result. لاحظون هسه هذه استبدال قرحة المعدة إنه استبدلت بنسيج ليفي بسبب هذه يعني الإصابة استمرت صار عندي replacement واستبدلت بنسيج ليفي وبالتالي الفايبروس تيشو حدث او حدث له كونتراكت سبب لنا انه بريدومينانت ديستروكشن اوف ذا غاستريك شيب انه تظهر بهذا الشكل او هذه الانبعاجات او هذه التجمعات. نيجي نعرف الكرونيك بابتيك ألسر. طبعا انا اخذت مظهر عياني مظهر عياني هذه قرحه المعده من اجي اخذ مقطع نسيجي يعني أوضح هذه الخلايا الارتشاحية الفايبروبلاست اللي تكونت واللي أنطتها هذا المظهر اللي هو حدث له كونتراكتس وأنط ويعني وبالتالي أدى إلى إنه الجاستريك راح تظهر بهالشكل هذا. The chronic peptic ulcer stomach is mucosal which penetrated the muscular mucosa يخترق منطقة المسكولار ميكوزا and muscularis propria
produced by acid pepsin aggregation. Ulcer margins are regular, slightly elevated due to adjacent chronic gastritis. يعني الصفة العيانية إنه هي غير منتظمة أو regular منتظمة slightly elevated ترتفع بسبب شنو؟ بسبب يعني هذه هي الجاستريك ميكوزا هذه الطبقات ناعدنا الجاستريك لومن هذا التجويف في المعدة ناعدنا الماسكولارس ميكوزا هذه الطبقة العضلية هنا عندنا السيروزا لاير هذه الطبقة المصلية إذا أنتم ماخذين طبقات نسيجية ميكوزا صب ميكوزا الماسكولارس السيروس لايرز هذه تعرفوها الطبقات النسيجية الكل أورغانس أو هيستولوجيكال أو الهيستولوجي لايرز فتبدي هذه الباثيك ألسر هذه القرحة أو هذه الإصابة تبدي تخترق طبقات اللايرز أو الميكوزا أو الجاستريك أو الستومك اللي هن الميكوزا الماسكولار لاير السيروس لاير during the active phase the base of the ulcer show four zones يعني راح تبدي هذه القرحة تظهر بأربع مناطق منطقة الأولى inflammatory exudate ارتشاحية fibrinoid necrosis تليف granulation tissue تكوين نسيج حبيبي and fibrous tissue يتكون نسيج لي فقد يكون انه يعني هنا يحدث تليف fibrous tissue ممكن انه يحدث لنا necrosis تبدي تحدث عندي مواد يعني تنخر يجي تنخر او انه يحدث يظهر لي inflammatory exudate تبدا هذه الخليه يحدث لها يعني تناضح تبدا هذه الخليه الارتشاحيه يحدث لها exudate بعد ذلك قد يحدث necrosis ممكن انه يحدث granulation tissue اللي هو الكاركترستيك فيتشر الميزه أو الصفة المميزة للكرونيك إنفلاميشن أو أنه يحدث بالأخير تليف replacement of the tissue by fibrous إذا استبدل بنسيج ليفي ممكن أنه يتحول إلى التهاب ليفي هنا هذه التأشيرات أنتم ما مطالبين فيها فقط أنه تنطي يعني diagnosis هذا السلايد اللي هو شنو الكرونيك peptic ulcer بالستومك أو كرونيك peptic ulcer تمام؟ هذه المحاضرة راح أنزلها لكم إن شاء الله